طيب دلوقتي عايزين نعمل الزلابيا اللي بتطلب مني كتير جدا جدا جدا، ومعانا فيها خميره دريم وانا مجرباها حلوه جدا. معانا كوبايه ميه دافيه او اكتر حسب الاحتياج، معانا باكو خميره دريم، معلقه كبيره سكر، كوبايتين دقيق، معلقه كبيره نشا، فانيليا، رشه ملح، وللزينه المره دي معانا صوص كراميل. خلاص هنعمل ايه؟ هنحط الميه الدافيه، مهم انها تكون دافيه زي دمعه العين، لا هي بارده ولا سخنه. هنحط عليها خميره دريم. كتير كنتوا بتسالوني ايه الخمير، ايه انواع الخميره اللي بتبقى حلوه، فخميره دريم فعلا حلوه جدا. وانتوا جربوها بنفسكم ازاي بقى؟ تحطوا زي ما قلنا الميه الدافيه عليها الخميره، عليها السكر، خلاص، وشويه من الدقيق. دايما بختبر الخميره بالشكل ده، بقلب كده واسيبها متغطيه في كيس نايلون لمده ربع ساعه واشوف ابتدت تتفاقم وتعمل هوا. ويعني النهارده منزله على السناب، مش عايزه اقول لكم بجد الخميره بتتحرك، سبحان الله، يعني منظر خرافي. كنت بعمل قطايف، خلاص، وهنعملها معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. الخميره يعني العجينه بتاعت القطايف ما شاء الله طلعت لفوق، والخميره قاعده بتتحرك كده، قعدت انا اعملها، بحاول اطلع لها فيديو اصوره علشان يبان الحركه عامله ازاي، ونزلت فيديو فعلا بتتحرك، عماله بتتحرك، سبحان الله. ان الخميره دي عباره عن بكتيريا عايشه، ف بتبتدي تتكاثر وتعيش على الميه الدافيه، يعني لازم يكون حواليها محيط دافي وسكر عشان تتغذى منه. خلاص غطينا، سيبناها ربع ساعه، اتاكدنا ان الخميره شغاله حلو جدا وعليت معانا وعملت هوا فقاقيع على الوش. نبتدي نكمل بقى، نحط بقيه المكونات. معانا بقيه الدقيق، ونحط معلقة النشا اللي بتساعد جدا على ان الحاجة تبقى مقرمشة، رشة الملح والفانيليا ما ننساهاش. خلاص وابتدي انزل بقى الدقيق بالتدريج عشان انا عايزة ليها يبقى لها قوام معين، قوام ما يبقاش سايل قوي عشان ما يتعبنيش وياخد شكل حلو، ولا هو سميك قوي يبقى عامل زي العجينة اللي بنعجنها. فهي قصة بقى كلها هنا بقى في قوام العجينه اللي معانا، واحده واحده لغايه ما ناخد القوام المظبوط. حسينا محتاجين ميه زياده نروح مزودين الميه ونقلب كويس. شايفين قوامها دي عامل ازاي؟ اهو القوام اللي هو ايه، لين معايا. ده لما اجي بقى اشكله هيتشكل معايا حلو جدا. وممكن كمان في اخر التقليبه دي نحط عليها معلقه لمعلقتين من الزيت، دي بس بتساعد على ان في اللم اعرف ان انا امسكها بسهوله. يعني لما اقلبها بقى كده معلقتين الزيت في الاخر بتعمل ايه؟ بتساعدني على ان العجينه تبقى سهله ان انا امسكها، ما تقعدش تلزق معايا بشكل جامد. شايفين القوام هو ده الصح؟ شايفين كده، ما تكونش سايله عن كده، ده مظبوط جدا معانا. هبتدي بقى ان انا اسيبها بعد ما عملت الحركة دي، هسيبها نص ساعة، من نص ساعة لساعة بكتير قوي، خلاص متغطية عشان نحمرها. هنلاقي انها عملت هوا معانا، ضروري انها تكون عملت هوا معانا بالشكل ده، بس لازم اشوف قوام دي. بصوا عايزة اوريكم بس قوامها عامل ازاي دلوقتي، شايفين؟ واحنا لو كنا مركزين، انا اول ما شلتها بصوا بيبان بتتحرك، بتتحرك بشكل سبحان الله، يعني مش ممكن، يعني فعلا لو سبناها كده وقعدنا شويه هنلاحظ بتقعد تتحرك مع نفسها، تقعد تطلع هوا هوا هوا، فقاقيع كده تقعد تتحرك تطلع وتنزل، سبحان الله يعني. طيب انا عايزه اشوف بس قوامها حلو ولا لا. طبعا الزيت شغال، خلاص باخد شويه زيت في ايديا. حاجه تانية مهمه جدا 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 غير الزيت، لازم يكون في معانا بقى، دي بقى تكه جديده، فاكرين انا كنت دايما اقول ميه، هي الميه احسن، لكن بتطرطش طرطشه خطيره، فاحسن حاجه الزيت، لان الزيت ده للمعلقه،
الزيت مش زي الزيت فمش هيطرطش معايا. لكن لو انا حطيت هنا ميه زي ما عملت قبل كده، انا يوم الهوا ده الزيت بسبب معلقه بالميه، الميه نزلت هنا وانا معاكم على الهوا، كنا بنستعرض ساعتها الصور، الزيت طال دراعي كله جه على القميص ونزل تحت، والحمد لله كانت حرقه بسيطه بس خطيره. فنخلي بالنا بقى ما يبقاش ميه خالص عشان ما يطرطش علينا، لانها خطيره فعلا جدا. الحمد لله يعني هنا كانت قرب وشي، يعني الحمد لله ربنا ستر. فمعلقه اهو في الزيت دايما ايه نستخدمها. هنعمل ايه بقى؟ ببتدي اخد العجينه خلاص بلمها بايديا كده، وابتدي ان انا اعمل زي ايه كور صغير وانزل. خلاص بنديها تحميره واحده، ما تبقاش اللون اللي هو الغامق اللي احنا عارفينه، لا هيبقى لونها لون فاتح، ونطلعها ونروح مدينها تحميره تانيه، هو ده اللي بيخليها مقرمشه فيما بعد. لو ما عملناش التحميرتين مش هتطلع مقرمشه معانا. شايفين اهو، انتوا بتتحكموا بقى في الحجم اللي انتوا عايزينه. شايفين بقى شكلهم حلو ازاي؟ كلهم قد بعض وشكلهم حلو جدا جدا جدا. شويه واروح مطلعاهم ومديالهم تحميره تانيه. دلوقتي بقى هنطلع، شايفين التحميره دي؟ دي الدفعه اللي انا دخلتها معاكم، شايفينها؟ شايفين لونها بقى؟ هنطلعها بقى دلوقتي. خلاص نطلعها، لان لو احنا دلوقتي قدمناها بالشكل ده مفيش، هي دلوقتي مقرمشه، سامعين؟ مقرمشه جدا، لكن مش هتفضل كده، هي مفيش دقيقه وهتطرى. ومفيش، نسيبها شويه بس وبعدين نروح منزلينها تاني تتحمر تكمل تحمير. خلاص الطريقة الجديدة بقى للتقديم، بدل ما يتحط عليه شربات يتحط عليه صوص كراميل. احنا عملنا صوص الكراميل كتير قوي، اللي هو بيبقى عبارة عن ايه، لحظة بس عشان هنا كراميل ابتدى، انا حطيت سكر بس هنا على النار، سكر ناعم مش بودرة، على النار لغاية ما يسيح. عايزين نعمل صوص كراميل منه، شوية مية صغيرين عليهم معلقة صغيرة متدوبة نشا وانزلهم فيه، يبقى صوص كراميل زي اللي مشتريه جاهز. طيب طريقه التقديم بقى، يا اما هنعمله بالكراميل كده، تحط الكراميل بقى اللي هو زي ما قلت الوصفه، ممكن برضو بدل الميه يتحط عليه على السكر السايح، بدل ما نعمله بميه ونشا يتحط عليه شويه كريمه لباني، يبقى صوص بقى كراميل مش شفاف، هيبقى كده اللون ده. او نعمله بطريقه الايه الكروكامبوش، اللي هو الطريقة دي، اللي هي أنا جبت، يا بتجيبوا قرطاس اللي هو اللي بتاع الأعياد الميلاد، أو بنعمل شكل من القرطاس. خلاص عملت قبل كده بكذا طريقة، وأنا ده لفيت عليه ورق زبدة وابتدي بس إن أنا ألزق عليه، يا بلزق عليه بالكراميل السايح، مش صوص الكراميل، الكراميل السايح، يا إما بلزق عليه بالشوكولاتة البيضة. في طريقتين دول، بفضل ألزق عليه بالشكل ده داير ما يدور لغاية ما نطلع لفوق.